فيديو جديد عن طريقة تحفيز إناث الأسماك للولادة. الطريقة هي نعزل النثية الحامل ونبدل جزء من المي مالتها، يعني يكون المي يتجدد. أنا سويت الطريقة من الليل، عزلتها بهاي الحافظة وبدلت جزء من المي، وجيت عليها الفجر وشفتها ذابة أفراخ تقريبا 17 أو 18، وتركتها رحت أكمل شغلي. نزلت ورا ساعة تقريبا لقيت ذابة أفراخ أكثر، يعني كانت النثية دا تولد. بصورة عامة أسماك المولي تعيش بأجواء استوائية، يعني أجواء ممطرة وأجواء دافية. وهي بعد ما كملت تفريق صار عددهن 32 فرخ، وصعدتهن فوق الحوض البلاك مولي وطوفتهن بحوضهن الجديد. وبعد ما تأقلمت درجة الحرارة راح ننزلهم لحوضهم الجديد ويا خواتهن اللي أكبر من عدهن. بصورة عامة إناث المولي